وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. نحييكم في هذا الصباح، نحييكم في هذا اليوم، نحييكم من هنا من ميدان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في هذا المهرجان وضمن هذه الفعاليات وهذه الانطلاقات وهذه الأشواط الصباحية العامة التي ننطلق وإياكم مع أول أشواطها في هذا الصباح، مع أول أشواطها في هذا اليوم. ننطلق وإياكم، ننطلق وحضراتكم مع الصدارة ومع أول المراكز لأتابع وضحى. مرحبا مرحبا يا وضحى القادمة بشعار خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، ألا حاضر بشعاره، ألا حاضر بإنجازاته، ألا حاضر والمقدم لوضحى. المركز الثاني أحضرت في هذه اللحظات ووصلت، أوصلت وتقدمت بشعار مشاهدين الكرام مسل بن علي بن دري المنصوري مقدما لنا نو الحاضرة مع المركز الثاني، نو الحاضرة مع المركز الثاني وتحدياتها مع ثاني المراكز. المركز الثالث أحضرت في هذه اللحظات ووصلت، أوصلت عذر القادمة في هذه اللحظات. هنا شعار محمد بن سلطان بن علي الاكتبي اللي حاضر مع المركز الثالث. المركز الرابع اتابع في هذه اللحظات الحضور من العزرة وسعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري اللي قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس القدوم والحضور من هوايل الحاضرة مسل بن علي بن دري المنصوري مقدما لنا هوايل مع المركز الخامس. المركز السادس الحضور، يا سلام، أحضرت في هذه اللحظات نجود لسالم بن سهيل بن نخيرات بالدودة العامرية اللي حاضر مع المركز السادس. المركز السابع القدوم الحضور في هذه اللحظات، أوصلت وأحضرت. هنا أتابع بلشة لياتين سعود بن فهد بن محمد الرملان الحاضر بشعاره، الحاضر ايضا بقدومه. اتابع ايضا الوصول من الشام، اوصلت الشام ليصل في هذه اللحظات سعيد بن احمد بن مطر بن دري الفلاحي اللي حاضر بشعاره القادم بكل قوة. لنتابع أيضا الوصول من نجود راشد بن حمد بن زفنة الأحفاري القادم في هذه اللحظات والمقدم لشعاره. نعود إلى مقدمة الشوط بعد هذا النداء، نعود إلى الصدارة، نتابع من تصدرت، نتابع من انطلقت واندفعت على الصدارة في هذه اللحظات. أتابع العزرة سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري اللي حاضر مع أول المراكز، اللي حاضر مع أول التحديات في هذا الصباح لتتقدم وتقدم هذا العرض الممتاز، تقدم هذا العرض الكبير، تقدم هذا العرض المثير مع الصدارة ومع أول المراكز. يا سلام
يا العزرة يا العزرة يا العزرة، العزرة على الصدارة، العزرة على أول المراكز. المركز الثاني حضرت ووصلت مشاهدينا الكرام عذر محمد بن سلطان بن علي الاكتبي، وتابع القدوم والحضور من وضحة 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 خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي القادم في هذه اللحظات والمقدم لشعاره مع المركز الثالث المركز الرابع. من التي احضرت في هذه اللحظات الشام سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي القادم في هذه اللحظات، ووصلت مشاهدينا الكرام واحضرت بكل قوة وتابع نجود 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 الدكتور راشد محمد بن زفنة الأحفوري. يا سلام بالزفنة 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 القادم في هذه اللحظات والمقدم لشعاره في هذه اللحظات. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى أول المراكز، إلى أول التحديات، العودة إلى هذا الإبداع، العودة إلى هذا الإمتاع على الصدارة وعلى المقدمة. ما شاء الله وتبارك الله على اندفاعة نجود 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 من تنطلق في هذه اللحظات وتقدم هذا العرض. العزرة 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 سعيد بن مطر بن محمد بن دحروي العامري والكيل الأخير الكيل الخطير. وصل الشعار بن دري، وصل الشعار بن دري مع المركز الثاني ليتابع وراقب شعار سعيد بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي مع الشام. الشام والعزره، العزره والشام، وصراع الكبار وصراع العمالقه وصراع النجوم ما بين هذين الشعارين، ما بين العملاقين الذين يتقدمون بحثا عن النماس بحثا عن الفوز. بن دري بن دحروي بن دري بن دحروج، ولكن بن دري بن دري مع الشام مع الشام مع الشام في هذا الصباح. 400 متر اخيره، الله 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 الله. اذا انطلقت الشام 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 على الصداره، الشام على المقدمه، الشام مع النوماس، الشام مع السلامات. سعيد بن احمد بن محمد بن دري بن دري بالانجازات بن دري بالبطولات، ولكن تابع يا بوي بهشام بن محمد بن فهد الرزق العجمي يفاجئنا في الامتار الاخيره، يفاجئنا من اجل النوماس. سلام بن بهشام، سلام سلام على هذا الناموس والنوماس الغالي في هذا الصباح مع شعارك بهشام بن محمد بن فهد الرزق العجمي. من قدم شوشب في اللحظات الأخيرة لينتزع النوماس المركز الثاني. أحضرت مشاهدينا الكرام الشام بشعار سعيد بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي والمركز الثالث. أوصلت مشاهدينا الكرام اللي هي اختيار محمد بن خليفة بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي المركز الرابع. أحضرت اللي هي العزرة سعيد بن محمد بن دحروج العامري المركز. وصلت الجود بالفعل. نعود الى التوقيت الزمني 7:58:28 جزء من الثاني. تهانينا لبهشام بن محمد بن فهيد الرزق العجمي من قد شوشب مع الشوط الرئيسي الاول للابكار اللي قايله تنتزع النوماس. المركز الثاني الشام سعيد بن احمد بن دري الفلاحي 7:59:79 جزءا من الثانيه. بينما المركز الثالث احضرت مشاهدينا الكرام ووصلت اللي هي اختيار محمد بن خليفه بن محمد بن خليفه بن ضاحي العميمي 8:36 جزءا من الثانيه. انقضى الشوط الرئيسي الاول للابكار اللي قايه ينطلق هذا الشوط، شوطنا الرئيسي للقعدان
كل التوفيق لجميع المشاركين.